احنا جينا هنسيع نوع قهوتنا حاسب حاسب لطيع لبرنس جامعتنا. طب اسمعوا لنا ركز لنا شلتا واخوان لا صح صح قلنا مزجوا لنا تقلب توهان. ها برنس يلا هوم راح نشرب بالمقسوم وبدل ما الدنيا تولع مع البرنس هنبدا جوم. يا صباح زي الجلاش تلحقونا يا ما تلحقوناش اللي تجيلك فرصة عمرك امسك فيها وما تسيبهاش. البرنس 10 سنوات اسأل اللي قبلك عاش اوعى العمر ده عالفاضي واسأل اللي قبلك عاش. البرنس ده زينا مع البرنس ده مين قدنا اتصيدنا وصيدنا منصبنا بقى وحيينا. قهوة البرنس اساسها اسأل كل الدنيا وناسها مهما التلاميذ راح تعلى قدام البرنس في راسها. اسمع مني نصيحة عشان يسمع بسيطك ده ما تشوف شخصيات البرنس مزاج شخصيتك. بسيطة قهوة البرنس مش بسيطة دقت الطعم انا حبيته صاحبي عزمني جنب بيته. الشلتا وطعم ممزج مجننيتو الفصمان معانا هشيتو هشرب لبرنس قهويتو. جت فكرتنا مع غنوتنا للبرنس جينا وسمعنا عايز تستمتع عايز تتمتع مع الشلتا واشرب قهوتنا. ياللي انت هنا عايز تخربها مع البرنس كاستك اشربها اتعامل على فصلانك قهوة مصبوبة تعرف تمامك شد الهمة واربط كلامك قهوة البرنس قهوة عالمية. عايز تتميز اشرب برنس سعر مميز مالوش توينس خد كتير والباقي دبس اشرب قهوة بس البرنس واللي يفكر يجلدها حط 6 سنين في الجبس. المسيد قال متأسس تكلمنا عنه اتحكى ابو احمد رئيس ادارتها عالم الدنيا يا فرتكة ابو حمدي يعني الاسطورة ده الباشا كلمته مسموعة ابو قوصي يعني الكوماندا اسمنا عالجدرة المطبوعة ابو مالك دايما في القلب واللي يفكر يجي عاديه لازم يشوف الول والغل. احلامي سجاي عليك يا ابو احمد يا جامد يا رئيس ادارتها غزاوية يا رياسة شلتوي تخطيط ودراسة 5 علينا من البصاصة واللي يحسبنا تجيله الرصاصة.